الخلف المحمية تقريبا 148 رأس من غزال الريم العراقي. بعد توقف تجهيز الأعلاف حدثت لدينا هلاكات، بدأت الهلاكات في يوم 29/4/22. استمرت الهلاكات إلى منتصف أو الثلث الأخير من الشهر الخامس، بلغ عدد الهلاكات 61 رأس. القطيع المتبقي عدده الآن 87 رأس غزال الريم العراقي. العوامل المناخية أثرت بشكل مباشر على قطيع غزلان الريم بسبب أن الأمطار تؤدي إلى ظهور النباتات البرية العشبية على أرض المحمية، وهذا الموسم بسبب قلة تساقط الأمطار بل شبه انعدامها أدى إلى عدم نمو أي نبات طبيعي على أرض المحمية.